كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص أيام قليلة جدا بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك. يا رب ربنا يبلغنا رمضان إن شاء الله ويتقبل مننا جميعا، لا فاقدين ولا مفقودين. بكل تأكيد عندنا أسئلة كتير جدا، وبنلاقي بقى كم من الفتاوى وكم من الكلام على صفحات التواصل الاجتماعي، وكل واحد، أنا أسفة جدا في اللفظ، بيفتي إيه اللي يفطر وإيه اللي ما يفطرش، وإيه اللي تعمله وإيه اللي ما تعملوش، ويعني وقصص كتير جدا حول، وأسئلة بالتأكيد كتير بتهمنا كلنا الحقيقة، وتساؤلات كتيرة حول هذا الشهر الكريم. خلينا نجاوب على بعض هذه التساؤلات، وكمان نعرف كلنا يمكن عارفين بالتأكيد فضل هذه الأيام الكريمة، لكن إزاي ممكن نستثمرها؟ ناخد معلومات كتير. بيشرفنا في الاستوديو الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. كل سنة وحضرتك طيب وصباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. اهلا بحضرتك، وخلينا نبتدي الاول. طبعا فضل شهر رمضان وهذه الايام المباركه يعني تكلمنا فيه كثير ونتكلم كمان بالتاكيد، لكن عايزين نتكلم في احنا من يعني العالم كله بيمر بازمات، واحنا في ازمه كلها معروفه، فاستثمار فضل هذه الايام بقى ان احنا يبقى عندنا حاله من التكافل. يمكن الدوله بتهتم بشكل كبير جدا جدا، وعندنا حدث مهم لازم نشير ليه ان شاء الله يوم الجمعه المقبل 17، الحدث الكبير ومبادره كتف كتف، علشان كلنا ندعم ان كل البيوت المصريه بالتاكيد تكون سعيده، كلها تكافل وكلنا نبقى كتف بكتف. خلينا نتكلم على استثمار هذه الايام في هذه الافعال المباركه باذن الله. بسم الله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. من فضائل وعظمة هذا الشهر المبارك ومن أجل نعم الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هيأ للإنسان هذا الزمن وهيأ الإنسان لهذا الزمن. هيأ للإنسان شهر رمضان وفضله وذكره في كتابه وخصه بعديد من المزايا. قال شهر رمضان، أول ميزة إيه؟ ميزها الله به وعلامة، الذي أنزل فيه القرآن، ليس ذلك فحسب، قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمشاهدين والمستمعين جميعا في أحسن حال، لا مفقودين لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يتم علينا وعلى الجميع فيه النعم ما ظهر منها وما بطن. فهيأ لنا هذا الشهر العظيم وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. استثماره الله سبحانه وتعالى من هذه التهيئة، صفد الشياطين علشان يبقى الجو صافي للإنسان يتعبد فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص فيه العبادة، وما يكونش فيه أي مؤثرات خارجية تضغط على الإنسان إلا أهواء نفسه الداخلية. يعني إذا تجرد الإنسان من هوى نفسه في شهر رمضان وأخلص النية لله في العبادة، خلاص ما هيكونش فيه مؤثر خارجي، لأن الله سبحانه وتعالى كفاك شر هذه المؤثرات. فهيأ للإنسان الزمان وهيأ له الكون. من تهيئة الزمان أن العمل يضاعف فيه، يتضاعف فيه الأجر ويتضاعف فيه العمل ويتضاعف فيه الثواب، وبيكون في حالة من التكافل في العبادة، وكذلك يكون في حالة من الاستثمار اللي ممكن حضرتك تكوني بتنوهي للمجتمع ليه وبتلفتي نظر المشاهد إليه في التكافل المجتمعي ومساعدة الناس والحرص على جبر خواطرهم، خاصة الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين قال الله فيهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. قد يشعر بهم من أخلص النية إلى الله سبحانه وتعالى في إخراج صدقته، فربنا هيدله على الخير، هيدله على مصارف الصدقة الصحيحة والحقيقية، ويدله على من يستحق هذه الصدقة أو هذه الزكاة، لأن في ناس بتدخر زكواتها لشهر رمضان أو معلمة الوقت بتاع أداء الزكاة إنها هطلع في شهر رمضان. ليه؟ لأنه في شهر رمضان ده شهر أنا عايز أتعبد فيه إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من الطاعات، وعايز أخلي جميع معظم العبادات بتاعتي أو الطاعات في شهر رمضان. فربنا سبحانه وتعالى إذا وجد إخلاصا من العبد وحسن توجه إليه سبحانه وتعالى سيدله على طرق الخير ويفتح له هذه الأبواب، وهديناه النجدين.
وهديناه النجدين. فنستثمر هذه الأوقات في طرق أبواب الفقراء، في التكافل المجتمعي، في تفقد الجيران، وأبدأ بالأقربين. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم، قل العفو. نعم، قل العفو الفاضل من المال. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو في الصدقات. والعفو هنا جاء في القرآن على أربعة معان، منها الفاضل من المال، ومنها العفو بمعنى الترك، ورمضان فيه عفو برضه، سنترك فيه إساءة المسيء ونهتم بإحسان المحسن. والعفو بمعنى منح الفاضل من المال لمن يستحق. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وفي آية أخرى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. ولكن هل تحسب من الزكاة؟ لا تحسب من الزكاة، لأن هؤلاء تجب علي نفقتهم، وتأدبا معهم وبرا بهم أنني لا أعطيهم من الزكاة، بل هي نفقة واجبة على الأبناء تجاه الآباء. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كل خير بقى، يعني هو في الأول سبحانه وتعالى حدد وبين ووضح، وفي آخر الآية عمم الأمر فقال وما تفعلوا أو ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فالتكافل من أهم الأبواب التي ينبغي أن نحرص عليها في هذه الأيام، وأن كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتفقد جيرانه مسلمهم وغير مسلمهم، المسلم وغير المسلم. اليومين دول محتاج، ولا حد يبقى مكسور، ولا حد يلاقي بيته ما فيهوش حاجة، يا ريت يعني. تفضل حضرتك. نعم، نكون إلى جوار الضعفاء والفقراء. وقال صلى الله عليه وسلم وبين إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، يعني بالإحسان إليهم. فإحساننا إليهم رفعة ونصرة وسعة رزق، وجبر خاطرهم يجبرنا الله سبحانه وتعالى به، فهو الجبار. والجبر هو تضميد الكسر وجمع الكسر بعضه إلى بعض، والجبر هو التقوية، والجبر أن أشد على يد واحد من الناس فأجبره، فأعظم شأنه وأعظم حالته من الفقر إلى الغنى، أو من الفقر إلى عدم الحاجة، أعطيه حتى أعفه عن مذلة السؤال، ما لا أرضاه لنفسي لا أرضاه للناس. والله سبحانه وتعالى جعل لهذا الشهر خصوصية لم يختص غيره بها من الشهور والأيام، وخص الصائمين بأمر لم يختص به غيرهم من العباد، حيث قال سبحانه في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم استثناء. لماذا؟ فإنه لي له سبحانه أضافه إليه إضافة تشريف وتعظيم، للصيام وللصائمين المخلصين، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن الصوم عبادة باطنة، عبادة سرية لا يطلع عليها واحد من خلق الله، ليس فيها رياء ولا نفاق ولا سمعة، لن يستطيع العبد أن يرائي بها ولا أن يفاخر بها ولا أن يباهي بها أمام الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المطلع على نية العبد وإخلاصه في هذا العمل. طيب خلينا نروح للناس اللي بتصوم. احنا يمكن كل يعني الحمد لله وربنا تقبل منا اللي صام صام، وما صامش طبعا نصف شعبان علشان ترفع اعمالنا واحنا صائمين، يا رب ربنا يتقبلها. لكن في ناس بتسال، هل في ناس بتحب تكمل بعد نصف شعبان اكمل صيام، ولا المفروض بقى ان انا خلاص لا اوقف علشان ابتدي صيام جديد ان شاء الله مع شهر رمضان؟ وزي ما حضرتك قدمتي ان شهر شعبان شهر ترفع فيه الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. وعندما سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه في شهر شعبان، وكان السؤال من سيدنا أسامة بن زيد، قال له يا أسامة ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان،
يعني شهر شعبان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصيام بعد أن ينتصف شهر شعبان لمن كانت له عادة من الصيام. لكن يعني ما يبقاش صايم مخصوص علشان وانا داخل رمضان، لا هو متعود ان هو يكسر الصيام في هذا الشهر. ما بقاش فاطر طول السنه مثلا لظروف عملي، او يعني الناس اللي بتعمل في اعمال صعبه او اعمال تحتاج الى جهد بدني او قوه او كذا او كذا، واحتاج ان هو دايما يشرب ميه او ياكل او حاجات زي كده، وبعدين يجي يقول انا هصوم قبل رمضان بيوم او باثنين او بثلاثه، او اصوم النص الثاني من شهر شعبان. يعني هو الصوم، طب لازم اقطع لو انا متعود ان انا برضو اصوم اواخر مثلا شعبان او من نصه مثلا، في ناس بتكمل متعود على يتم ده، لازم اقطع يكمل عادي. لا ليس عليه الله. شيء من كانت له عاده من صيام فيصوم في عاداته، يعني الناس اللي بتصوم اثنين وخميس تكمل الاثنين والخميس اللي بتصومه، ناس بتصوم يوم وبتفطر يوم، مش بيبقى في يوم الشك يعني، لو مثلا رمضان هيجي يوم جمعة فيبقى غير مستحب هناك صيام نهي يوم الشك. نعم، نهي عن صيام يوم الشك. لكن احنا بنتكلم في سؤال حضرتك اللي أيوة هو الصوم اللي بعد لو انا معتادة بصوم اثنين وخميس ورمضان المفروض في شك ما بين خميس وجمعة، نعم، فصوم الخميس ولا لا، ولا افطر ساعتها؟ ما هو هناك نهي عن صيام يوم الشك، يعني حتى لا اصل شهر رمضان ليوم بالزبط سابق قبله بصيام. ده عظيم. طب نروح بقى لأسئلة كتيرة جدا جدا المتعلقة بإفطار شهر رمضان، مين اللي يفطر ومين اللي ما يفطرش، والحقن مثلا حقن التقوية معروف إن هي ممكن تفطر، لكن أنا باخد مضاد حيوي، نعم، ده يفطر ولا لأ؟ يعني حضرتك تدينا برضو شوية عناوين كده علشان في ناس كتير بتسأل في هذا المجال، وحاليا بإفتاءات وساعات كتير للأسف بتطلع طيب خاطئة. هي علشان الأسئلة كتير خلينا نحط مبادئ عامة. طيب حلو. أن الشريعة قامت على التيسير وقامت على رفع الضرر وقطعه. أكيد. والمشقة تغلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير. لا ما في ناس برضو بتيسر على نفسها بس بزيادة، يقول لك التيسير فبيسروا بزيادة، فإحنا عايزين نحط خطوط كده يعني. طيب هو طبعا يمكن اتكلمنا عن الإخلاص وثواب هذا طبعا العمل وأنه لله سبحانه وتعالى خالصا، لكن التيسير في إيه؟ الله سبحانه وتعالى بعد أن فرض الفرائض على عباده جعل منها فرائض فيها أعذار وفرائض ليست فيها أعذار. الصلاة ليست فيها أعذار، اللي مش قادر يصلي وهو واقف يقعد، مش قادر وهو قاعد يضطجع، مش قادر وهو مضطجع يمرر حركات الصلاة. طيب هذا بالنسبة للصلاة، وهذا يسمى تيسير في الأداء. طيب هناك تيسير بالترك مع الأداء عند القدرة على الأداء. يعني أنا جاي علي شهر رمضان، أو أي حد من الناس اللي ابتلوا بابتلاء معين عافاهم الله جميعا وعافانا وإياكم جميعا، فهو هنا الناس بتكون حريصة، خاصة اللي بيبدأ يحس إن هو ضعف بيكون حريص أو إن هو يصوم. هنا نقول له لا تشق على نفسك، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو فرائضه، فلا تحزن وتقبل هذه المنحة والنفحة الربانية بفرح، فهي نفحة من الله، هو الذي فرض هذا الصوم وهو الذي أعطاك الرخصة لتتيسر بها، لتيسر بها أمرك وتصحح بها بدنك. فهناك ترك مع الأداء عند القدرة على الأداء. يعني إيه؟ حد مريض مرض غير مزمن، بالظبط، عنده مشكلة، عنده مرض، حد من السيدات عندها عذر من الأعذار بعد ولادة أو غيرها، فبتعمل إيه؟ بتفطر في شهر رمضان، أو يفطر المريض في شهر رمضان، ثم بعد ذلك يؤدي هذه الأيام التي أفطرها عند قدرته على الصبر. سؤال بقى في النقطة دي على وجه التحديد، تمام، ولأن الإفتاءات كترت فيه جدا جدا عند التعويض، يعني في ناس بتقول
احنا بعيدا عنها، وحضرتك تصحح لنا ايه العجيب ان في ناس بتقول واحنا عندنا الازهر وعندنا ائمه في المساجد وعندنا الافتاء دار الافتاء وعندنا مركز الازهر العالمي للفتوى، عندنا اماكن متعدده للفتوى، وهذه من نعم الافتاءات على صفحات التواصل الاجتماعي للاسف هي اللي بتوصل للناس بشكل اكبر، فاحنا عشان كده بنحاول نصحح المعلومات دي. فناس بتقول ان هو انا افطرت مثلا وكنت عامل عمليه كنت تعبان او وافطرت مثلا اسبوع تمام، فبطع في بعمل عمليه اطعام ومش لازم ان انا اصوم، بس مع اني بعد كده ببقى كويس وممكن اصوم او اعوض. لا، ما انا خلاص عملت اطعام. ما صحه هذا الموضوع؟ طيب هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هيشفيه، وربنا يشفي الجميع يا رب، يا رب امين باذن الله، بعد انقضاء شهر رمضان وبعد مرور هذه الازمه وان يسترد عافيته يبدا في الصوم فورا، لأن دين الله أولى بالقضاء. دين الله أولى بالقضاء. الفدية على من؟ الفدية عند صاحب المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه. يعني أصحاب الأمراض المزمنة، حد من الناس اللي عندها مرض من الأمراض الخطيرة، ربنا يعافينا جميعا ويعافيهم جميعا ويعليهم إلى العافية، ولا يرجى برؤه، ما فيش دواء لهذا المرض الآن. لا، ما هو في يعني تم تقديم الإطعام على الصيام. طب نكمل الجزئية بس نوضح النقطة دي علشان برضو. حاضر. وبعدين نرجع لهم ماشي. تاني. ماشي. فالمريض مرض مزمن ده خلاص ده هيطلع الفدية. أكيد. في يومه. أو في شهره. يوم أو في شهره. أو يجمعها مع بعضها أو يفرقها. ربنا جعل فيها تيسير. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر. مريضا أو على سفر، أو على سفر يعني صحيح هو بس مسافر، فعدة من أيام أخر. وعلى الذين قال إيه؟ فعدة من أيام أخر، يعني قدم الإطعام، قدم الصيام على الإطعام. ده لمن يقدر على الإطعام بعد ذلك. يعني المسافر ده سفره سينتهي، وإن شاء الله لما يوصل المكان اللي هو مسافر إليه هيقضي ما عليه من أيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه، يعني إيه يطيقونه؟ لا يحتملوا، لا يتحملون الصوم بعد ذلك، مش هيقدر طاقة بقى. وعلى الذين يطيقونه، يعني المريض مرض مزمن، فدية طعام مسكين. ده في رواية الإمام حفص عن عاصم، لكن سيدنا الإمام نافع وغيره يقرأ فدية طعام مساكين. بمعنى إيه؟ فدية طعام مسكين، يعني يطعم فردا فردا، يوم بيوم، شخص بشخص. طب فدية طعام مساكين يعني يجوز له أن يجمع الجميع في يوم واحد، يطعم عن 30 يوم هذه الطعمة. إذن فرقنا بين صاحب المرض الذي يرجى برؤه اللي هيشفى منه، أو صاحب السفر اللي هيوصل من سفره إن شاء الله ويقضي ما عليه من أيام، وبين صاحب المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه. وهذا الشخص أو هذا الإنسان نسأل الله أن يعافيه إن شاء الله، يخرج هذه الفدية، يطعم عن هذه الأيام، ونسأل الله أن يعينهم على الإطعام. طب الإطعام هل له شرط؟ هل له قيد معين؟ هل له سقف، حد أدنى أو حد أقصى؟ قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذا الأمر، لأن الشريعة قامت على التيسير. هذا التشدد ليس من الإسلام في شيء، فإنما العسر يسرا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس التيسير الذي يفتح الباب للتفريط في حدود الشريعة وثوابت الشريعة وما إلى ذلك، ولكن التيسير الذي هو أصل في الشريعة، وإنما بعثتم ميسرين. فهذا التيسير قال الله سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. ده بيان الإطعام. يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ واحد بيأكل أسماك هيطعم زي ما بيأكل، واحد بيأكل لحوم هيطعم زي ما بيأكل، واحد أكله المتوسط الطبيعي بتاع البني آدم أو متوسط عشته مع أهله هو ده اللي يعمل ينفق منه الإطعام. ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل الشكر الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وإن شاء الله تشرفنا برضو مرة تانية قبل رمضان عشان عندنا أسئلة كتير جدا جدا. كل سنة وحضرتك طيب.